والله يا جماعه انا خايف نتحسد. لا مش احنا البرنامج يعني، انا بتكلم علينا احنا مصر، او تحديدا قناه السويس. قناه السويس طول الوقت الحقيقه لا تتوقف، ما شاء الله تشهد الله اكبر، قل اعوذ برب الفلق، عن مش بس ابهارنا، عن افراحنا، عن ابهاجنا. فاحنا لو خدتوا بالكم قناه السويس بقالنا دلوقتي اكتر من سنه طول الوقت عندنا مصطلح كده اعلى، فيبقى مثلا اعلى عدد سفن، اعلى حمولات، اعلى ايرادات، وهكذا في تاريخها بالمناسبه. فتجد انه احنا النهارده على سبيل المثال قناه السويس بتشهد اعلى معدل عبور يومي في تاريخها من 150 سنه، اعلى معدل. خلونا ناخد معانا على التليفون سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. اهلا 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 يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا. ازاي صحه سياده الفريق؟ الحمد لله رب العالمين. انا خايف خايف نتحسد يا فندم. يا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق معدلات اكبر من كده كمان باذن الله. قدها وقدود دايما. احنا النهارده او يعني هذا اليوم حققنا معدل قد ايه في المرور اليومي يا فندم؟ احنا النهارده 107 سفينه، طبعا ده اكبر معدل. يمكن احنا كنا بنتكلم في شهر نوفمبر السنه اللي فاتت على 94 سفينه. أوه. وده كان اكبر معدل. احنا النهارده طبعا بنضرب كل الارقام القياسيه، 107 سفينه رقم كان غير متوقع، ورقم يعتبر من اكبر الارقام اللي حققتها قناه. يعني كده زياده 13 سفينه يومي. تقريبا. طيب ده معناه ايه يا فندم؟ هذا الرقم دلالته ايه؟ والله ليه دلالات كتير. اولها ان احنا نرجع الفضل لصاحبه اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي في قناه السويس الجديده. لان خلينا نقول مع بعض كده، طب لو قناه السويس الجديده دي ما اتحفرتش كنا هنبقى عندنا ايه؟ كانت المراكب دي هتروح فين؟ كان اقصى حاجه بتعدي عندنا 40 سفينه او 42 سفينه. فاحنا بنرد بقى يعني بنرد على المتشككين وعلى المغرضين وعلى اللي قالوا قناه السويس الجديده ترعى والمصريين لموا فلوسهم في الارض والناس خسرت ومش عارف ايه، ان احنا بنتحدث بارقام حقيقيه نازله على المواقع كلها وفي العالم كله، بنقول لهم ادي قناه السويس الجديده اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها 1 2 3 4، لا دي بتحقق كل يوم كل شهر وكل سنه ارقام افضل من الارقام اللي قبليها في وجود ازمات بتمر بيها الدول العالم كله. يعني كنا احنا مرينا بازمه كوفيد 19 في 2020، ازمه سفينه ايفر جيفن في 21، 22 الحرب الروسيه الاوكرانيه، لكن الحمد لله قناه السويس اثبتت قناه السويس الجديده ورؤيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيه ثاقبه ان مش بس نحفر قناه السويس الجديده، لا ده نحفرها في سنه مش في ثلاث سنوات. ليه؟ لان احنا مستعجلين. ليه؟ لان المكسب هيخش من اول يوم في حفر قناه السويس الجديده، مش هننتظر ثلاث سنوات. ليه؟ لان احنا الفلوس اللي اتدفعت في حفر قناه السويس الجديده في سنه هتضاعف ثلاث اربع مرات لو خدناها في ثلاث سنين. يعني حاجات متكرره كتير جدا بتدل على اللي احنا وصلنا له دوت، خدمات كتير. سياده الرئيس دايما بيتابع، يعني يمكن انا لما عرضت عليه الخطه الاستراتيجيه اول ما توليت قال لي تعالى اعرض عليا انت ناوي تعمل ايه؟ ولما عرضت عليه واتناقشنا كتير جدا، طبعا سيادته بيخش في تفاصيل يعني، ودي ليه ودي ليه ونلغي هنا ونحط هنا بتاع، وبعدين بعد كده بقى خلاص هو تمام كده يدعم بقى ويتابع. طب احنا هنعمل ايه؟ نطور المجرى الملاحي. طب هتعمل ايه في المجرى الملاحي؟ طب احنا بنعمل 40 كيلو دلوقتي، بنعمل فيهم توسعه وبنعمل تعميق وبنعمل ازدواج في بحيره المره الصغرى. طب بيتابع كل يوم. طب تطوير الاسطول، عايز ايه في الاسطول؟ عايز قطرات. طب خد اللي انت عايزه من قطرات، عايز ايه؟ عايز اربع قطرات 90 طن مثلا دلوقتي، يقول لا خليهم 10. يعني متابعه والله زي بقول لك كده، انا مش بقول يعني مش مثلا عايز اربعه طب خليهم ثلاثه، لا خليهم 10. ايوه هو بقى المنطقي ان لا ده كده بكتير خليهم ثلاثه. لا والله اقسم بالله ان اللي بطلبه بيقال لي ماشي، ويزوده كمان للارقام اللي حضرتك بتقول عليها دي، يعني اربعه يقول لي لا خليهم 10، واللي عايز اكتر من كده خليهم اكتر من كده. ما دام ده هيدي قدرات لقناه السويس، ما دام ده هيبقى قدام العالم ان احنا بنقدم خدمه متميزه بوحدات واسطول جديد ذو قدره فنيه وتكتيكيه عاليه جدا، فهو مع الموضوع ده ويشجع فيه جدا جدا جدا. طيب انا هستاذن حضرتك يا سياده الفريق ان انا هلعب دور محامي الشيطان. ماشي؟ ماشي. طيب يعني خالد ابو بكر محامي القناه، انا هنا هبقى محامي الشيطان ولو مؤقتا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه. هنقول مثلا يا فندم انه باعتباري بقى محامي الشيطان، يعني هو كان قبل كده اللي بيعدي 45 سفينه بس؟ اكيد لا. هو ينفع العبث بارقام
ممر ملاحي عالمي؟ لا ما ينفعش، بدليل ان احنا بننزل الحاجات دي على المواقع وبتتداولها المواقع العالميه، وهم كمان عندهم احصاء ليهم، يعني مش بس بياخد منك الكلام ويكرره، لا وقبل ما بياخد منك الكلام بيشوف مع العالم المراكب اللي جت عملت في الانتظار في بورسعيد وفي السويس قد ايه، الاقمار الصناعيه بتجيب زي ما كانت جايبه ايفر جيفن كده بتجيب السفن اللي موجوده، فانت بتنزل على المواقع الهيئه وبالتالي تتنقلها المواقع العالميه كلها، وبتقدر ما ينفعش طبعا ان انت تقول ارقام مش مظبوطه او تقول اي خبر مش مظبوط على فكره دلوقتي، بس بقى صعب جدا ان انت تقول حاجه. وليه نقول كده ما دام احنا الحمد لله متفوقين الحمد لله بنحقق ارقام كويسه، احنا بنقول الحقيقه بس ما بنقولش اكتر منها، وهي كفايه كافيه ان احنا نفتخر، المصريين يفتخروا بقناه السويس، يفتخروا بسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من اول المشاريع العملاقه، وقاطره المشاريع العملاقه هي كانت قناه السويس الجديده اللي وصلتنا اللي احنا فيه دلوقتي، فما ينفعش ان احنا نقول ارقام مش مظبوطه، لا فعلا كانت قناه السويس القديمه كنا بنعدي 42 ل 45 سفينه، دلوقتي احنا بنعدي ادي النهارده 107، كنا بنحقق قبل كده 4 مليار دولار، السنه اللي فاتت حقين 8 مليار دولار. طب يعني انا هبقى محامي الشيطان في الحته دي، والله بتحققوا الفلوس دي لانكم رفعتوا الرسوم بتاعه القناه كتير جدا وبالتالي حققتوا فلوس اكتر. ولنفرض ما ده شغل برضه، انا يعني احنا قعدنا 7 سنين ما بنرفعش الرسوم بتاعه قناه السويس، وجينا في كوفيد 19 عملنا تخفيضات، اشمعنى ما بنتكلمش يعني عملنا تخفيضات، يعني احنا في كوفيد 19 عملنا تخفيض على الرسوم من 17% ل 75%، ويمكن كنا بنلام على كده هتخسر 75%، كنا بنقول لا ده احنا هنكسب 25%، لان لو ما عملناش كده ال 25 كمان هتضيع. فاحنا ماشيين مع اليات السوق، اليات السوق بتتحمل ايه دلوقتي؟ الزياده فاحنا بنزود، تحمل ان احنا نقلل فاحنا بنقلل، عندنا المرونه الكافيه وعندنا اداره تخطيط متميزه بنقدر ان احنا نحسب فيها ايه اللي ممكن يمر من عندنا وايه اللي ممكن يتحول، ولو اتحول طب انا اجيبه عندي ازاي؟ فهي دي النقطه ان احنا بنمشي مع اليات السوق، بنزود وقت ما بنزود، احنا شايفين طبعا النولون والشحن والحاجات دي كلها وتاجير السفن عمال يزيد، طب وقناه السويس ما تزودش ليه؟ ما بتقدم خدمات، بتقدم خدمات كبيره جدا على فكره، يعني لما نقدم خدمات لما احنا بنقول ان احنا في اليوم الواحد بس بنستخدم من 35 ل 40 قاطره تصاحب هذه المراكب، فدي خدمه كبيره جدا بتقدم بمبالغ عاليه جدا، مرشدين بيوصل في اليوم ان انت المركب الواحده بيطلع عليها 4 مرشدين من 3 ل 4 مرشد في المركب الواحده، فانت بتقدم خدمه متميزه جدا. لما محطات المراقبه 16 محطه شغاله 24 ساعه، مركز التحكم شغال 24 ساعه، كل الخدمات انت بتقدمها وبتدفع عليها فلوس، وبالتالي لما تزيد الحاجات دي ويبقى في رواج انت لازم تزيد معاها، لما يبقى في مشكله احنا بننزل بالاسعار. طيب محامي الشيطان مره تانية والعياذ بالله هيقول ايوه ممكن تكونوا زودتوا وبس اصل خلاص قناه السويس راحت عليها بدليل عدد المراكب قل، هو عدد المراكب قل يا فندم؟ فين قل بقى؟ احنا النهارده بنقول هو ريكورد. طيب الحمولات قلت يا سياده الفريق؟ لا النهارده 6.2 مليون طن بضاعه صافيه، فيعني ما محامي الشيطان مش هينفع معانا مع قناه السويس، مش هياكل الشيطان يجي عندنا ويدور ظهره. يا رب دايما يا رب يبعد عندنا الشيطان واتباع الشيطان. اشكرك يا سياده الفريق وشكرا على يعني سعه صدرك، كل الشكر لسيادتك يا فندم، الف شكر لسياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس.